Salam alaikum. Fadhisa radin shufu un exercice f les espaces vectoriels. L'exercice radikun l'espace vectoriel R à la puissance 3. Wa ha de humanoye témoin le ki konun ind a glabiye di l'angoulouche kulchi. L'a glabiye di l'i faculte ki konun un exercice ou des exercices f les espaces vectoriels soit R à la puissance 3 ou R à la puissance 4. Wa ha de humanoye témoin f les espaces vectoriels. وهذا هو الأمثلة اللي كنا كنعطيو في الدرس في الدرس أي قاعدة عطيناها ولا أي مهمة طيب مهم غنستعملوها بزاف في التمارين كنعطيو مثال في أسهل إسباس فيكتوريل اللي هو إسباس إغ بويسونس أن وفي الحالة الخاصة إلا كان أن إيكالا تخوا أو لا تقدرو تلقاو حتى أن إيكالا 4. دونك هاد الأسئلة اللي كاينين هنا تقريبا الأغلبية اللي راهم جاوبنا عليهم في الدرس ولكن دابا يعني جمعناهم في أن إكزارسيس باش ن نولفو شويه Et puis, quand on l'énoncé soit e égale à l'ensemble des triplets x, y, z, r3, bh, x, z, y, and z, 0, x, y, z, à 0. Et l'espace e. l'ensemble e, mais z, f l'ensemble des triplets x, y, z, tel que x plus y, moins 2z à 0 de sous-ensemble de R3. On admettra que F est un sous-espace vectoriel de R3, donc il y en a dans le tableau 1, il y a le positif de l'inversaire, donc il y un et soit alpha ou la A égale à 1, 0, 1, B égale à 1, 1, 1, et C égale à 0, 2, donc dit 3 vecteurs, mais R à la puissance 3. Donc, euh, sur L, montrez que E... en sous espace vectoriel de R a la puissance 3 اذا هنا عندنا كيما قلنا في الدرس ثلاثه ديال الطرق الطريقه الاولى هي نطبقوا التعريف ولا يعني لا كاركتيريزاسيون الطريقه الثانيه نكتبوا على شكل فيكت الطريقه الثالثه نبينو هو الكير ديال واحد لابليكاسيون لينيير الطريقه الثالثه غنتفاداوها هو هاديك كنديروها الا كان عندي اون دي دوير ديجا عطيني واحد لابليكاسيون لينيير اون دي دوير من بعد عطيني واحد لونسومبل تو مغلي اون دي دوير كو هادي راه اون ابليكاسيون ولا هاد لونسومبل ان سوز اسباس فيكتوريل نبين بلي هداك لونسومبل راه هو الكير ديال هاديك لابليكاسيون لينيير لي انا بينت قبل دير نتفاداو هاديك لا ميثود الطريقه الثانيه قلنا هي نكتبو لو شكل فيكت هادي حتى هي غنتفاداوها لانه في السؤال الثاني تيطلب مني اون فامي جينيراتريس ونعرف بلي فاش كنكتب على شكل فيكت كنكون حددت بينت بلي راه ان سباس فيكتوريال وفي نفس الوقت حددت اون فامي جينيراتريس ولا اون باز اذا نتفادى هاد الطريقه لانها مطلوبه من نفس السؤال الثاني اذا الطريقه اللي غنستعمل هي الطريقه العاديه ديال انني غادي نبينو ان سوزي سباس فيكتوريال باستعمال التعريف او الاستعمال الخاصيه لا كاركتيريزاسيون اذا شنو غادي نديرو اول حاجه دونك نكتبو مونترون كو un sous-espace vectoriel de R à la puissance 3 la le haja, en E est un sous-ensemble de R3 où la E est une partie de R3 juste R à la puissance 3 la parole est pas la E est inclus dans R à la puissance 3 c'est-à-dire est vous savez ce que qu'est-ce que c'est ça fait un peu C'est même E اي ديفيرون دو لونسومبل في هنا خاصك تبين الزيرو والزيرو يعني زيرو 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 لو اللي فيه لي لانه كيحقق لنا دوك الشروط اللي عندي من E الشرط الاول هو X زائد واي ناقص والشرط الثاني هو اكس ناقص واي ناقص اذن هنايا 0 0 ا لي لا

حتى الحوايج اللي راهم باينين دابا غنمشي غادي ناخذ سوا غادي ناخذ دو زيليمون نسميهم اللي بغيت مثلا الاول نسميه اكس دونك غادي يكونوا فيه اكس ي زد وغادي ناخذ واحد اخر نسميه مثلا ي ماجيسكول هو اكس بريم ي بريم زد بريم اشنو خاصني بيه؟ نسيت هنا خاصني ناخذ الفا اي جوج لي سكالير هنا تقدر تاخذ جوج لي سكالير ولا تاخذ غير واحد كل واحد شنو كيدير جوج بهم صح دونك غادي ناخذ مثلا الفا ناخذ جوج الفا اي بيتا هادو جوج الاعداد يعني دو غير اشنو خاصنا نبينو مونطرون كو خاصنا نبين بلي كومبينيزون لينيير ديال هاد لي دو فيكتور اللي خديت الفا اكس زائد بيتا ايغ خاصنا نبين بلي هادا راه كينتمي لونسومبل هادوك اللي خديت هنايا نسيت ما كتبتهاش هاد لي فيكتور اللي خديت راهو من او كتاخذو من او دونك اول حاجه نمشي نحسب هاد الـ هاد الفا اكس زائد بيتا ي دونك الا حسبناها شنو يعطيني اون الفا اكس زائد بيتا ي شنو كتساوي هاد دونك عندنا الفا في اكس زائد بيتا في اكس بريم الفا في اكس زائد بيتا إكس بريم عندنا ألفا في إكغيك زائد بيتا في إكغيك بريم وعندنا ألفا في زد زائد بيتا في زد بريم إذن هاديك الكومبينيزون لينيغ في قديتها مزيان حيت كتبتها على شكل أن تريبلي دابا باش نبين هاد لو تريبلي كينتمي لأو أه خاصو يحقق ليا هاد جوج الشروط لي عندي هنا الشرط الأول هو أن إكس زائد إكغيك ناقص زد زي إيكالا زيرو الشرط الثاني هو إكس ناقص إكغيك ناقص زد زي إيكالا زي زيرو طبيعه الحال هاد اكس و واي وزد هنا كنقصدو بهم اكس هو العدد الاول في هذا القوس واي هو العدد الثاني وزد هو العدد الثالث نكونو فاهمين هاد القضيه مزيان اذا بالنسبه لينا اللي غادي يلعب الدور ديال اكس هو هذا هذا هو اللي غادي يلعب الدور ديال وهذا هو اللي غادي يلعب الدور ديال زد اذا باش نتحقق من هاد القضيه يكفي نمشي نحسب هاديك اكس زائد واي ناقص زد ونبين انها كتساوي زيرو دونك غادي نكتب هنا اون نحسبو اكس زائد إيكغاك ناقص زد دونك بالنسبة لينا إكس هو ألفا إكس زائد بيتا إكس بخيم بالنسبة لينا إيكغاك هو, ألف هو ألفا إيكغاك زائد بيتا إيكغاك بخيم و زد هو هداك ألفا زد هنا نديرو الأقواس فاش غادي نشر تبقى ناقص ألفا زد ناقص بيتا زد بخيم هادي أشنو كتساوي دائما نفس الطريقة غادي نعمل بألفا تبقى لي إكس عامل أولا إكس زائد إيكغاك ناقص زد ياك

دونك مازال ما, ما كملناش سنتحقق من جوج شروط هذا الشرط الاول بنفس الطريقه الشرط الثاني اللي هو حيت هنا عندي او الشرط الثاني هو اكس مو واي مو زد ايغال زيرو دونك غادي نكتب هنا او إيه؟ نمشيو نحسبوا بنفس الطريقه اكس هو الفا اكس زائد بيتا اكس بريم ناقص اي غادي نشر نيشان ناقص الفا اي ناقص بيتا اي بريم نفس الحاجه ناقص زد يعني ناقص الفا زد ناقص بيتا في زد بريم نفس الحاجة غنعمل بألفا تبقى لي إكس ناقص إكغيك ناقص زد ثم من بعد بيتا تبقى لي إكس بريم موا إكغيك بريم موا زد بريم كتساوي ألفا بما أن إكس إكغيك زد كينتمي ل لأو أه. إذن هاد إكس ناقص إكغيك ناقص زد كتساوي زيرو وبما ان اكس بريم و واي y... اكس بريم واي بريم زد بريم هاد لو تريبل حتى هو كينتمي ل او أه. اذا حتى هو كيحقق داك الشرط اذا هاد الاكس بريم ناقص اي بريم ناقص زد بريم حتى هي كتساوي زيرو دونك كتبقى ليا زيرو هنا زيرو يدونك... زي أه. دو اور ترو طابيل ياك دونك كنكونو بينا بلي هاديك لا كومبينيزون لينيير الفا اكس زد بيتا اي حتى هي كتنتمي ل او دو Étendre E dans ce espace vectoriel de R à la puissance trois. Il donne à nouveau le job de la solution. On change le solution. Déterminer une famille génératrice de E et montrer que cette famille est une base. Et donc, nous, nous Il donne nous allons Rien ne espace dans lesquels vect. Mais nous allons dire qu'on a déjà une famille génératrice. ومن غادي نبين بلي هذيك لا فامي جينيراتريس لي هو من الفيكت راه اون باس كيف ما قلنا في الدرس دائما فاش كنطلق من واحد المعادلات ولا من ان سيستم وكنبين بلي بشرط ان هذا لو سيستيم ما يكونش نفسه ما يكونش نفس لو سيستيم كنبين بلي يعني كنكون عارف بلي هذيك راه اون باس راه اون فامي ليبر ما غاديش يعطيكم هما يعني جوج لي سيستيم ولا جوج لي زيكواسيون لي غتخرجوا منهم واحد الفيكت وهداك الفيكت ما غاديش تكون اون فامي ليبر هادي ما يمكنش دونك دائما غتكون اون فامي ليبر لكن هنا تيطلبوا منا نبينوها فحنا خاصنا نبينوها اذا باش نكتب على شكل الفيكت شنو خصني ندير غادي ناخذ ان ليبو من هداك لي سباس سوا اكس ي زد ان ليبو من, هذا X, y, Z, من دونك شنو كيعطيني هادشي، عندي يعني جوج ديال الشروط، إكس زايد إكراك ناقص زد كتساوي زيرو، والثانية إكس ناقص إكراك ناقص زد تيكالا زيرو، إذا هادشي كي يعني شنو كيكافئ، هنا شنو غادي ندير؟ غادي نحل هاد لو سيستيم لينيير، دونك هنا. ما كنستعملوش لو بيفوت كوس غالبا في حالة لي سيستيم هادو تنمشي ناخد اكس من المعادلة الاولى نعوض في الثانية مثلا اذا غادي نخلي المعادلة الاولى غادي نكتبها كما هي اكس زائد ي موان زائد ي على زيرو ثم غادي ناخد اكس من هذيك المعادلة الاولى ونعوضو في الثانية دونك اكس شنو كيساوي من المعادلة الاولى هو زد ناقص ي تبقى عندي زد ناقص ي ناقص ي ناقص زد تي زيرو إذن شنو غتعطينا هادو المعادلة الثانية عندي زاد ناقص زاد هي ناقص جوج زاد ناقص جوج إكراك دونك ناقص جوج زاد ناقص جوج إكراك إيكالا زيرو فغادي نديو هنا عندنا زاد ناقص زاد ياك دونك كتبقى عندي بلاتي قلنا غادي ناخدو إكس من المعادلة الأولى غتعطيني زاد ناقص إكراك دونك هنا زاد ناقص إكراك ناقص إكراك ناقص زاد إيكالا زيرو زيادة غتمشي مع زائد شنو يبقى عندي ناقص جوج إكغيك 0 زيرو تعطيني بلي نمشي نعوض في المعادلة الأولى إكغيك بزيرو غتبقى ليا إكس إكغيك زائد إذن إكغيك إكغيك زيرو إكس إكغيك زائد هدا هو الحل ديال لو سيستيم كنمشي كنرجع لو تريبلي انطلقت منه لي هو إكس y زائد وكنمشي كنعوض النتائج لي حصلت عليهم عندي يعني إكس غادي نخلي إكس إيكغاك إيكغا زيرو و زاد نعوضها بإكس ميمكنش لي نكتب زاد فحال هكاك خاصني ضروري نعوضها بإكس كان بإمكاني ندير زاد زيرو زاد حتى هي مزيانة يعني أنا كنختار واحد لافاريوب لي غنخليها بغيت نخلي إكس بغيت نخلي زاد في الأخر ما مكاين حتى شي فرق بين هاد الجوج هادو ثم غادي نعمل ب و غادي نخرجو إكس برا تبقى عندي واحد زيرو زيرو دونك شنو كنستنتجو دونك

هادي اون فورم جينيراتريز ديال واش خاصني نبينها ليبر نقول لكم دائما هادوك لي فيكتور اللي غادي يخرجوا لكم لداخل دائما تيكونوا ليبر ودابا اصلا دابا عندي غير فيكتور واحد دونك راه ليبر نكتب ليهم دونك 1 0 0 نكتبها بحال هكا 1 0 1 فون اي ليبر قلنا ان فيكتور واحد كيفاش كنبينو ليبر يكفي يكون ديفيرون دو زيرو كار بلا ما نمشيو نديرو ديك الطريقة ديال ناخد دي ولا شنو يكفي نكتب ليهم بلي هاد لو فيكتور راه ديفيرون دو زيرو دونك راه ليبر دونك هاد لا فامي هادي اللي فيها واحد زيرو واحد بوحدو إت اون باز أول حاجة راها جينيغاتخيس حيت واسم الفيكت تاني حاجة ليبر دونك راها اون باز دو او أه. دو هاد أه. واحد زيرو واحد يمكن عاطينو لينا هنا هو

سوا كنبينو بلي راها ليبر سوا كنبينو بلي راها جينيراتريس وحده في هاد الجوج هادو القضيه الثانيه كنمشيو شنو كنديرو في القضيه الثانيه كندوزو لا ديمونسيون اذا دابا هنا بامكاني نمشي ناخد اف ونكتبو على شكل فيكت ردو معايا البال مزيان يمكن لي هنا نمشي ناخد هاد ليسباس سباس اف ياك حيت ديجا راه عادي كيف ما موالفين هاد ليسباس اف اكس زائد ايكغيك ناقص جوج زائد زي زيرو يمكن لي نكتبو على شكل فيكت ويخرجو لي هنا جوج لي فيكتور نسميه مثلا الاول الفا و بيتا مثلا مثلا هنا ما تسناش ان هاد الفا و يكون بالضبط هو بي سي علاش لان لا باز ماشي شي حاجه لي هي اونيك ما نقولش لك هادي راه اون باز ديال ليسباس وما كايناش اون اوتر باز كاين عندنا اون انفينيتي دو باز عطيني اون باز نعطيك انا مليون وحدة اخرى اذا نتا الى مشيتي كتبتي على شكل فيكت كاينه امكانية انه يخرج لك هو بي سي ياك ممكن يخرج هو بي سي الى ما خرج لك هو بي سي ما تقولش بلي بي سي راه ماشي اون باز يعني هنا سير بين بي سي باز بطريقة اخرى اذا هنا عندنا جوج ديال الطرق والطريقة الاولى فيها الشك فانا غنمشي ندير هاد القضية ديال نكتبو على شكل فيكت ونيت نذكروا بها القضيه ونشوفوا زهرنا واش غنطيحوا في البيسي ممكن اه ممكن لا ولكن كيف ما قلنا هنا نخدموا الطرق بجوج الطريقه الثانيه راه قلنا شنو هي يكفي اننا نبينوها اون فامي ليبر ثم القضيه الثانيه ندوزوا لا ديمونسيون دونك نحيدوا هذا الشيء هذا ثم نجاوبوا على السؤال رقم 3

حتى في الطريقه الثانيه غنحتاجوها لانه فاش غنكتبوا على شكل فيكتور غنعرفوا الديمونسيون وغنحتاجوا الديمونسيون في الطريقه الثانيه اذا غادي ناخذ اكس ي زد من الاسباس F اف هادشي هذا شنو كيكافئ كيكافئ بلي اكس ناخذ هذيك المعادله إك اكس زائد ي ناقص جوج زد اكس زائد ي ناقص جوج زد تيغالا زيرو يكافئ

هنا x انا وضعها بجوج زد ناقص y و y و زد نكتبهم كيف ما هما دونك عوضنا اكس من النتيجه ديال المعادله ثم y و زد دابا عندي جوج لي فاريابل ياك عندي y و عندي زد جوج لي سكالير المره الاولى نخرج زد المره الثانيه نخرج y دونك تبقى لي زد فوا عندي جوج 0 1 ياك زاد في الاول مضروب في جوج في الثاني ما كاينش إيدا مضروب في زيرو في الثالثه كاين زاد يعني مضروب في واحد زائد اي فوا عندي هنا في الاول ناقص واحد في الثاني عندي واحد وفي الثالثه عندي زيرو دونك شنو كيعطيني هذا دونك آه... لي سباس اف راه هو لو فيكت ديال دل... هاد لي دو فيكتور موان زان ان زيرو دو زيرو ياك نشوفوا واش هاد لي فيكتور هما اللي عندي هما بي سي ولا لا عندي زيرو جوج واحد عندي واحد 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 اذا هاد لي فيكتور اللي عندي هنا ماشي هما بي سي كون مشيتو مثلا خرجتو زاد اون فونكسيون دو اكس و ايكغ تعطيكم اون اوتر فامي كون درتو ايكغ اون فونكسيون دو اكس و زد تعطيكم اون اوتر فامي اذا حنا عارفين هاد القضية هادي عارفين بلي هنايا فاش يخرج لي نتائج مختلفين وسط من هاد الفاكت انا فاهم بلي ديك القضية راه عادية جدا داكشي علاش كنركزو على الدرس مهم جدا انني نكون فاهم الدرس باش مي يخرجوا لي نتائج مختلفه ما نقولش راني غلط يعني اللي ما فاهمش الدرس مزيان غايشوف شي تصحيح ما شي نتيجه اخرى غادي يقول داكشي عندي صحيح لانه ما يفهم هذوك الامور يعني حنا بالنسبه لنا كان كنفهموا الدرس لا ماشي اونيك اذا نوصل من الفيكت ممكن يكونوا بزاف ديال لي نعطيكم هنا مثال شوف معايا انا الى بغيت هاد جوج زيرو واحد نحيدها وندير في بلاصتها جوج زيرو واحد زائد شي حاجة في هاد لو فيكتور الأولاني نعطيكم مثال يمكن لي ندير هادي هي نفس لو فيكتور غادي ناقص واحد واحد زيرو وغادي ندير في بلاصتها داك جوج واحد غادي ندير مثلا جوج زيرو واحد زائد شي حاجة في لو فيكتور الأول مثلا ثلاثة في لو فيكتور الأول ناقص واحد واحد 0 نحسبو هادي شنو غتعطيني جوج ناقص ثلاثة هي ناقص واحد 0 زائد ثلاثة هي ثلاثة ثم عندي واحد زائد ثلاثة في زيرو هي واحد إذا بإمكاني نحيد هادشي هدا نحيد داك جوج واحد وندير في ناقص واحد ثلاثة واحد وهاد لو فيكتور مغاديش يتبدل صافي بلي دونك راه اون باز كليكم انكم تتعمقوا في هاد الامور هادو و هادي كملاحظة مهمة في هاد القضية ديال الفيكتور اذا بما انه ما عطونيش نفس الفيكتور فيكتور يكفي انني نستنتج ديمونسيون من هنايا و نمشي نبين بلي راه ليبر هادشي شنو غيعطيني باش تفهمو مزيان هادشي غيعطيني بلي ديمونسيون دو دي اف كتساوي جوج

إذا شنو غندير باش نبينها ليبر؟ غادي ناخذ سوا جوج لي ليزيليمون ألفا و دو غيال ياك؟ بحيت ألفا في بي بلس بيتا في سي إيكالا زيرو، ثم نمشي نعوض، دونك ألفا في بي نعوضو ب بل واحد 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 بلس بيتا نعوضو سي حتى هي. دونك زيرو 0 زيرو ولا زيرو جوج واحد إيكالا زيرو دونك شنو غاتعطيني نجمعهم في تريبلي واحد عندي ألفا في واحد زائد زي في زيرو هي ألفا عندي ألفا في واحد زائد بيطا في هي ألفا زائد جوج و عندي ألفا في واحد زائد بيتا في واحد هي هي بيتا. شنو كتساوي تساوي زيرو زيرو ثم كنحولها على شكل ان اول حاجه عندي الفا زيرو ألف زي بيتا ألفا زائد جوج بيطا إيكالا زيرو أو بيطا إيكالا زيرو دونك عطاتني نيشان بلي ألفا إيكالا بيطا إيكالا زيرو دونك لا فامي بي سي إي ليبر دونك بينا هي ليبر شنو غنبينو يكفي نبينو بلي الكاردينال ديالها كيساوي الديمونسيون ديال إف مع أن منبينو فيها الكاردينال ديال هاد لا فامي راه باين شنو هو الكاردينال هو العدد ديال لاناصير Cardinal de la famille BC, qui c'est 8 juges. On a déjà vu les dimensions de l'F, c'est 8 juges. Donc, on a le cardinal de la famille qui sait 8 dimensions de l'espace. La famille BC, tu base, une base de l'espace F. لكن هنا باقي لنا قضيه مهمه جدا ما درناهاش هي إيه اننا نبينوا بلي هاد بي سي اصلا راه اون فامي ديال ليمون دي اف حيت اش اللي عندنا في فل... في التيوغرام شنو تيقول لي الا عندك اون فامي ديال ليمون دو دي اف لي لو كاردينال ديالها كيساوي ديمونسيون دو دي اف كيمكن لي تقول بلي هذيك لا فامي راه اون باس ولكن قبل خاصك بعدا تبين بلي هذيك راه اون فامي ديال ليمون دو دي اف يعني هادوك لي زيليمون ديولها راهم كينتميو لإف خاصنا نزيدو هاد القضية هادي حيدو هادشي نتأكدو من هاد الأمر هادا عاد نختمو الجواب بهاد الطريقة أونا دونك نبداو بليليمون بال... بي دونك بي راه هو واحد 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 وبالنسبة ليكواسيون عندنا هي إكس زائد إكغيك ناقص جوج زد دونك نحسبو إكس زائد إكغيك ناقص جوج في زد واحد زيد واحد ناقص جوج في واحد كتساوي زيرو دونك ب ابارتيان اف ثم كذلك بالنسبة للفيكتور الاخر زيرو جوج واحد غنحسبو اكس زائد ي ناقص جوج في زد ناقص جوج في واحد دونك كتساوي جوج ناقص جوج اللي هي زيرو دونك سي ابارتيان اف دونك La famille BC est une famille d'éléments de F. Est une famille d'éléments de F libre à deux éléments. Alors là, le cardinal y est égal à deux, égal à dimension de l'espace. Le cardinal de PC

المهم اللي استنتجنا من هذه القضيه هو ان ديمونسيون دي اف ايغال دو هنا راه كيمكن لينا نبينو بلي ديمونسيون دي اف ايغال دو بلا ما نكتبو لا شكل فيكت تبعو معايا الطريقه الثانيه دونك هذه طريقه مزيانه وسهله حتى هي كتبنا فيكت بينا بلي ديمونسيون ايغال دو واخا هنا المشكل هو انك خاصك تزيد تبين بلي ديك لا فامي اللي داخل راه ليبر واخا دائما دائم تكون ليبر ولكن خاصك تزيد تبينها باش تاكد بلي ديمونسيون هو العدد لا كاينه طريقه سهله حنا باغيين نبينو بلي الديمونسيون دو اف كيساوي جوج ياك شنو غادي نديرو يكفي اننا نبينو بلي الديمونسيون ديالو صغر قطعا من ثلاثة لانه ديجا عندنا اون فامي ليبر ديليمون دو اف ياك هادي خصنا نديروها هي الاولى نورمالمون فاش غنبين بلي هاد لا فامي ليبر راها اون فامي ديليمون دو اف حنا كنعرفو بلي الكاردينال ديال اون فامي ليبر يكون صغر من الديمونسيون ياك الكاردينال ديال اون فاميلي لي بغي يكون صغر من ديمونسيون اذا شنو هو الكاردينال ديال هاد لا فامي هو جوج هو جوج صغر من ديمونسيون ديال اف هادي كتفكرنا بداك التمرين لي درنا في الحصة السابقة يعني دابا شنو خاصني ندير في الحصة لي قبل من لي فاتت يعني دابا باش نبين بلي ديمونسيون دو دي اف ايكال ا 2 يكفي نزيد نبين بلي ديمونسيون ديال اف كبر من جوج باش نبين بلي ديال اف كبر من جوج عفوا صغر من جوج يكفي نبينو صغر قطع من ثلاثة باش نبينو صغر قطع من ثلاثة يكفي انني نقلب على ان فيكتور لي ما كينتميش لاف قلب على ان ليمون من ار تخوا لي ما كاينش في اف يمكن لي بلي راه اف ماشي هي ار تخوا وبالتالي الديمونسيون ديال اف صغر قطع من ثلاثة الا كان صغر قطع من ثلاثة دونك راه صغر من او يساوي جوج اذا كبر من جوج وصغر من جوج اذا كيساوي جوج هذه هي الفكره فهذا الشيء اللي غنكتب دابا هنايا دونك غنكتبو هنا على اليمين لانه غنستعملو ديك القضيه ديال هذيك دي بي سي راه اون فامي ليبر دونك شنو غادي نكتب غادي نكتب لو كاردينال دي لا فامي بي سي راه صغر من لا ديمونسيون قلنا القضيه في الدرس

de f est inférieur strictement à 3. L'équateur de la dimension de f, ça ramène où il s'est mis. D'où la dimension de f c est égale à 2. Donc normalement, on fait t'arrêter la liste d'abord. Parce que tu veux une libre loue, tu une libre loue, c'est à une fois 1000 de f libre. عاد تزيد دير هاد القضية ديال ديمونسيون ثم من بعدها عاد دير هاد القضية ديال لل... الكاردينال كيساوي الديمونسيون دونك لا فامي إيت أون باس كردو معايا البال هنا في الترتيب لأنه كنستعملو طرق مختلفة فخاصنا نردو البال لهاد التفاصيل هادو إذا ندوزو للسؤال الموالي دونك لا كيستيون نيميرو 4 Montrez que ABC est une famille libre de R3. Alors, je vais vous donner un livre, celle-là. Nous, aller, voilà, là. Là, nous avons deux. trois scalaires, alpha, beta et gamma, soit alpha, beta et gamma, nous avons deux réels alpha of A, beta B. F, B. زائد جاما في سي إيكالا زيرو خاصنا نبينو بلي ألفا إيكالا بيتا إيكالا جاما إيكالا زيرو نعاودو ألفا بالنسبة لأ هو, هو واحد زيرو واحد بلوس بيتا هو واحد 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 و هو هو زيرو جوج واحد إيكالا زيرو دونك نجمعوهم في تريبل واحد ولا نكتبو سيستم نيشان هدا غيعطيني الفا زائد بيتا زائد جاما في زيرو هي الفا زائد بيتا إيكالا زيرو ثم عندنا الفا في زيرو زائد بيتا في واحد زائد جاما في هي جوج هي بيتا زائد جوج جاما إيكالا زيرو ثم الأخرى تعطيني الفا زائد بيتا زائد جاما إيكالا زائد غاما إيكالا زيرو خاصنا نحلو هاد لو سيستيم هادا باش نحدو القيم ديال الفا بيتا اي جامع. اذا شنو غادي ندير دونك هنا كل شنو غادي ندير الطريقه كي اللي غادي يستعمل لو بيفو دو غوس المهم كل الطريقه ديالو حنا غنبقاو غير نلعبو حتى غنبينو هادشي هذا دونك شنو غندير هنا غنجي للمعادله الثانيه ناخذ جاما ونعوض في الثالثه باش تبقى ليا واحد المعادله اللي فيها غير الفا وبيتا فقط اولا تاخذ بيطا وتعود في المعادله الاولى باش تقولوا بجوج المعادلات اللي فيهم غير بيطا وغاما المهم المهم غير نخليو جوج المعادلات اللي فيهم غير جوج لي زانكونو باش هاد المعادلات هادو كنعرفو ولا هاد لي سيستيم كنعرفو نحلوهم بكل سهوله الوغ تبقى عندي الفا بلس بيتا ايغال زيرو بيتا بلس دو فوا نعوض غاما بناقص الفا ناقص بيتا من المعادله الثالثه ايغال ا زيرو ثم نخليو المعادله الاخرى ألفا زائد بيتا زائد جاما إيجالا زيرو إذا شنو غيبقى عندي هنا خاصك دير لوبيراسيون لي درنا لا دابا غير خدينا قيم ما درنا لا اوبيراسيون لا والو دونك ماشي مشكل اذن عندنا الفا زائد بيتا ايغال زيرو المعادله الثانيه شنو فيها فيها بيتا ناقص جوج بيتا يعني ناقص بيتا وعندنا ناقص جوج الفا دونك ناقص جوج الفا ناقص بيتا إيكالا زيرو ثم أخيرا ألفا زائد بيتا زائد جاما زي إيكالا زيرو دونك ألفا بلوس بيتا إيكالا زيرو هاد المعادلة الثانية مع الأولى غادي نجمع بيناتهم لأنه عندي ناقص بيتا وعندي بيتا فاش غادي نجمعهم غادي يمشي بيتا ويبقى غير ألفا عندي ناقص جوج ألفا زائد ألفا هي ناقص ألفا إيكالا زيرو

Attends, E plus F est égal à R à la puissance 3. Il y a R, E et F sont supplémentaires dans R à la puissance 3. A deux espaces vectoriels ou les deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires dans un, dans un espace E. Je la somme. directe, Z est la dimension. Je vais la dimension. اولا كنبينو لا سوم العاديه وكنشوفو لا ديمونسيون اولا كنبينو لا سوم العاديه وكنبينو لا سوم ديريكت ولكن اون ديمونسيون فيني راه كنشوفو غير هاد جوج اللي قلنا في الاول وفي الغالب كنشوفو ديال لا سوم ديريكت زائد لا ديمونسيون لانه باش تبين لا سوم العاديه كنا قلناها في الدرس الاول قبل ما نشوفو لا ديمونسيون فيني باش نبينو ان او زائد اف كتساوي ولا اف زائد جي جي كتساوي او بلا هاديك بلا ما ندورو على زائد يعني غير لاسطوم العادية ميمكنش نبينوها فضروري خاصنا ماشي هي صعيبة و صافي صعيبة ما من الافضل نشوف القضية في ديمونسيون فيك اذا هنا شنو خاصنا نبينو نبينو بلي او اف سون اون سون ديريكت و ديجا راه عندنا ديال او هي واحد و ديال اف هي جوج اذا

il de la dimension de r 3 la dimension de e plus la dimension de f. La dimension de r à la puissance 3 est égale à la dimension de e plus la dimension de f. D'abord, il y a une choix, intersection. Il l'intersection. qu'il y a une somme directe de là. Quand la somme directe est donc le e et f ramenent supplémentaires, somme directe la supplémentaire. إذا شنو غندير باش نفيل لاسوم ديريكت ولا نتحقق غادي ناخد ان اليمون من لانترسيكسيون يعني من اف انتر جي إذا شنو كاين هادشي كاين بلي هادوك ثلاثة المعادلات كلهم متحققين المعادلة ديال جوج المعادلة ديال دي او والمعادلة ديال اف دونك المعادلة ديال او شنو فيها اكس زائد ايكغيك ناقص زد ناقص زد إيكالا زيرو المعادلة الثانية x ناقص y ناقص زد على زيرو ثم المعادلة الأخرى x زائد y ناقص جوج زد على زيرو ناقص جوج زد على زيرو غادي نمشي نحل هاد لو سيستيم هدا إذا شنو غادي ندير باش نحلو هاد لو سيستيم غادي ناخد المعادلة الأولى ونقسم من منها الثانية هادشي راه كنا ديجا درناه المعادله الاولى مع الثانيه راه كنا ديجا بسطنا درنا شي حاجه مبسطه ولكن غنعاودو نديروها الاولى مع الثانيه غنقسم من بعضياتهم عندنا اكس ناقص اكس هي زيرو ايغريك ناقص ناقص ايغريك هي جوج ايغريك ناقص زد ناقص ناقص زد هي زائد زد يعني جوج ايغريك ايغال زيرو ثم نكتب المعادله الثانيه اكس ناقص ايغريك ناقص زد ايغال زيرو والمعادله الثالثه اكس زائد y ناقش z إيقال 0 لوبيراسيون الأوبراسيون درت أخذنا المعادلة الأولى والثانية وجمعناهم في الأولى يعني بحالك L1 رسوى L1 plus L2 L1 زائد L2 درناهم في L1 إذن عطاني هادشي نعوض في الثانية ديك ال y بالزرع نعود في المجوج في الثانية والثالثة y إيقال 0 تبقى لها x ناقص z إيقال 0 يعني x إيقال z ou tel qu'allier x égale à 2z. On va y égale à 0, x égale à z, ou x égale à 2z, tel qu'allier z égale à 2z, z égale à 2z. Donc y égale à 0, z égale à 0, x égale à 0. ياك زيد ايكال دو زيد تعطيني بلي زيد ايكال زيرو نعاودو في الثانية تبقى لي اكس ايكال زيرو وبالتالي بينا بلي هاد لا صوم هادي راه اون صوم ديريكت نشوفو هنا راه يمكن عندنا طريقة أخرى باش نبينو بلي هادو راهم سوبليمونتيغ بلا ما نتكلمو على لا ديمونسيون دونك شنو هو الاستنتاج من هنايا إكس إيكغيك زد زي إيكغيك زيرو 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 Il y a un élément de l'intersection, bien le verre qui sert à 0. Donc, f inter g est égal à le singleton 0. Donc, f plus g est égal à e. Oula, c'est mis sur le moment f ou euron, c'est g. F inter e, ou le e inter f l l l, est égal à 0. Donc, R puissance 3 égale à E plus F. Donc, la somme supplémentaire. Donc, il est à l'écran. Et nous, je vais vous donner une autre chose. C'est le théorème que nous avons fait. L'effet est il y a une base de E ou une base de F. Je vais vous donner une base de l'espace. Il y a une somme. هادو لهم سوبليمونتير الا قلتو لهاد القضيه ديال ان نجمع لي باز دابا عندنا ا اه. اون باز دو اف اون باز دو او اه. عفوا و بي سي اون باز دو اف ملي كنجمعوهم في اون سول فامي ا بي سي شنو كيعطيوني هادي راهم كيبقاو لي بغيك نتحقق من هاد القضيه بعدا تحقق بلي هاد لا فامي راه لي بغا آه بيناها في السؤال 4 بين نفس السؤال 4 راه لي بغا ياك اذا هاد لا فامي هادي

le vec de l'ABGNO, ou l'espace vectoriel, de la base 0 ABGNO, ou F. Le vec de c où l'espace vectoriel, de la famille, de la base 0 IEC. C. c'est AB ou C. Il AB a ABOHEDA, ou BCBOHEDA. Donc, le vec de l'A, ou E, le vec de l'BC, ou F. Et donc, E et F sont supplémentaires. Il y a une, d une la rédaction de il va répéter un événement de Jobo. On est d'accord avec le théorème. Donc, je suis un. On a, donc, deuxième méthode. On a la famille ABC. Tu es une base. C'est un binôme avec un binôme. Tu es une famille libre. Donc R à la puissance 3. Le cardinal. Il a baissé. Qui s'avoue dimension. R à la puissance 3. Qui s'avoue une Donc je n'envoie le synthèse. Donc A baissé. C'est une base. De R à la puissance 3. yak On va aller là-bas. Il a dit le vecte dit le AB ou le vecte dit A ou le vecte dit et à est un deuxième supplémentaire. Donc, E égal à le vecte de A et F égal le vecte de PC sont supplémentaire dont R à la puissance 3 mais le cas, Oula, E plus F est égal à R à la puissance 3 dans la deuxième question soit U égal à X égale, à X égale, à X égale à Z X U dans la base ABC هذا راه كنا حتى هو ديجا جاوبنا عليه دونك غادي يعني خاصنا ناخدو ان ليمون كيف ما كان من ار تخوا و نكتبوه في لاباز ا بي سي يعني نكتبو واش شي حاجة في ا زائد شي حاجة في بي زائد شي حاجة في سي القضية هنا غتولي ان سيستم لينيير كنا شفنا سؤال بحال هدا قبل دونك نشوفو الطريقة في الاخر غيكون عندنا ان, إن سيستم لينيير لي غادي نحلوه بأي طريقة بلا ميطود دو غوس ولا شي حاجة دونك غادي ناخد السؤال ستة غادي ناخد إكس إيكغاك زاد سوا إكس إيكغاك زاد إن إليمون من اف إلى بويسونس تخوا شنو غادي ندير أنا غادي ناخد إكس إيكغاك زاد ونكتبو في هاد لاباز أ بي سي افيك لي كومبوزونت دوك لي سكالير لي غادي يكونو مضروبين في أ و في بي و في سي غنسميهم شي سميات وغنمشي نقلب عليهم هذه هي الفكره دونك اون بوز كتبوا فحال هكا اون بوز اكس ي زد ايغال سميه مثلا العدد اللي مضروب في نسميه الفا زائد العدد اللي مضروب في ب نسميه بيتا زائد العدد اللي مضروب يعني في س نسميه جاما يعني راني كتبت هاد اكس ي زد في لاباز ا بي سي ياك دابا غنمشي نقلب على الفا شنو كيساوي وبيتا شنو كيساوي وغاما شنو كيساوي هذه هي الفكره اول حاجه هاد الفا في ا بيتا في غاما في مزيان هو. هو واحد زيرو واحد واحد زيرو واحد دونك بي هو. هو واحد 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 وبالنسبه هو زيرو جوج واحد دونك شنو غيبقى عندي الفا زائد بيتا الفا في زيرو زائد زي بيتا في واحد زائد غاما في, في جوج يعني بيتا زائد جوج في غاما وعندنا الفا زائد بيتا زائد غاما الفا زائد بيتا زائد غاما اذا غنحولوا الأشكال ان سيستم دونك شنو غيبقى عندي اكس كيساوي الفا زائد بيتا ياك ي كيساوي بيتا زائد جوج جاما ثم زائد كيساوي ألفا زائد بيتا زائد جاما إذا شنو الهدف ديالي دائما الهدف ديالي هو نحدد شنو كتساوي ألفا شنو كتساوي بيتا شنو كتساوي جاما إذا هذا أن سيستم لينيير لي غادي نحلو بأي طريقة نتوما يعني ديجا شفتو لي ميتود لو بيفوت مثلا ولا تبقى تقدر تبقى غير رغب. غير كتخربق يعني تاخد هذا من هنا وتعوض هنا هذه حتى طريقه هنا من الاحسن نقلبوا هذا لو سيستم هذا من الاحسن اللي زانكون يكونوا في هذه هاد الجهه هذه حنا غنديروا بحال هكا نديروا مو اكس ايغال ا زيرو نخليوها خليها هذه ايغال اكس هذه ايغال ا واي وهذه ايغال زد دونك بنفس الطريقه كيف ما خدمنا بزاف ديال لي سيستم هنايا غادي ناخذ جاما من المعادله الاخرى ونعوضو في الثانيه باش تبقى لي واحد المعادله اللي فيها غير واحد جوج المعادلات فيهم غير الفا و بيتا يعني شنو يبقى عندي الفا زائد بيتا يقال اكس بيتا بلس 2 فوا نعوضو جاما من المعادله الاخرى جاما شنو كتساوي هي زد ناقص ألفا ناقص بيتا إيكالا إيكراك ثم ألفا زائد بيتا زائد جاما إيكالا زد دونك تبقى ألفا زائد بيتا إيكالا إكس ثم نقدو هاداك الشيء اللي هنا في هاد الثانية عندي بيتا بيتا ناقص جوج بيتا هي موان بيتا وعندي جوج ناقص جوج ألفا دونك ناقص جوج ألفا ناقص بيتا شنو كتساوي هادي كتساوي إيكغيك ناقص جوج زاد هاديك جوج زاد نديها للطرف الآخر ثم عندي هاديك ألفا زائد بيتا زائد كاما إيكالا زاد دابا شنو غادي ندير المعادلة الأولى و فيهم غير ألفا و بيتا مبقاش عندي جاما. دونك غادي نحاول ناخد بيتا من وحدة و نعاود في لاخرى أولا لاحظ بلي نجمع هاد جوج المعادلات هادو حيت وحدة فيها بيتا وحدة فيها ناقص بيتا الا جمعتهم شنو غيبقى عندي الفا ناقص جوج الفا هي ناقص الفا بيتا غادي يمشي وغتبقى عندي اكس زائد ايكغريك ناقص جوج زد ياك ثم نخرج بيتا من ولا نخرج بيتا من المعادلة الاولى من الافضل بيتا شنو كيساوي هو اكس ناقص الفا اكس ناقص الفا ناقص الفا راه هي هادشي هذا هي اكس زائد ايكغريك ناقص جوج زد ثم نخرجوا جاما من المعادله الاخرى جامره هو زاد ناقص الفا ناقص بيتا زاد نقادو بعد هذا الفا وبيتا نخليها بحال ناقص الفا ناقص بيتا حتى الخطوه المقبله أو نعود اذا الفا شنو هو نقلبوا داك الشيء تبقى لي ناقص اكس ناقص ي زائد جوج زد وبيتا شنو هي هي إيكغيك ناقص جوج زد ثم غاما نعوضو دابا ألفا و بيتا بالقيم ديالهم غادي نحصلو على غاما دونك هي زد ناقص ألفا دونك يعني زائد إكس زائد إيكغيك ناقص جوج زد ناقص بيتا يعني ناقص إيكغيك زائد جوج زد إذا نختازلو إيكغيك مع إيكغيك و جوج زد مع جوج زد تبقى ليا زد بلس إكس دونك دابا صافي لقينا الفا وبيتا وغاما يمكن ليا دابا نكتب هاد اكس واي زد نكتبو فهاديك لاباز ا بي سي قلنا الفا في اياك اذن الفا هي ناقص اكس ناقص واي زائد جوج زد في ا زائد بيتا يعني واي ناقص جوج زاد في بي زائد غاما اللي هي زد زائد اكس فوا سي وكنكون